الآن عبر صحيفة الأيام، وكما عودتكم دائما من منطلق حرصها على مصلحة طلابها الأعزاء ودعمها لهم، فإنها تنشر أسئلة نموذجية عن امتحان الثانوية العامة للفرعين العلمي والأدبي على أيدي أمهر الأساتذة يوميا عدا الجمعة على صفحات جريدة الأيام، متمنين لكم النجاح والتوفيق. مع تحيات جريدة الأيام، جريدة كل أفراد العائلة.